أكيد في حاجة غلط. هي الدنيا مسلماني لوحدي ولا إيه؟ كل يوم باب بيتقفل ورا الباب اللي قبليه. كل ما تفكر إن أنت بترسى على بر تيجي موجة عالية تقلبك من فوق. طب ليه؟ إيه اللي أنا عملته غلط في دنيتي تعاقبني عليه كده؟ بلاش علشان عشان أبويا وأمي. صوتي اتنبح وانا بقول لك 100 مره سيب الشغلانه الزفت اللي في المينا ديت وشوف لك يا اخي شغلانه تليق بمقامك وتقيق بشهادتك اللي اتبحنا علشانها، طفحنا الدم والكوت علشانها، لكن مفيش فايده. ادي انت خرجت منها وخرجت من اوسخ طريق. يا حاج يا حاج، الحكايه مش حكايه لمينا ولا مركب. امال حكايه ايه؟ حكايه ايه يا حسن؟ عامل مهندس على الريس بتاعك يا اخي. ما انت الشهاده واكله دماغك قوي كده. ما رحتش ليه شركة البترول اللي انا جبت لك فيها شغل؟ ولا اصل يا حاج الورق ناقص، اصل يا حاج شهادة الإعفاء مش موجودة، اصلهم يا حاج هيعينوا اوائل الخريجين. عينوك يا حسن؟ عينوك ولا شهادة الإعفاء مش موجودة برضه؟ وانت انا كنت عايز نعمل ايه؟ عايز اشوف الغلط واديله ظهري وامشي يا حاج؟ يعني انت عملت الصح؟ ما هم كسروا وسطك اهو. هو ده كلامك؟ ده كلام الرئيس رشيدي عن الحق؟ وهو مين الرئيس رشيدي يعني؟ ما انا حتة عتال في المينا بشتغل رئيس على شوية عمال غلابة. عايز تبقى زيي يا حسن؟ عايز تبقى زيي بعد كل التعب اللي تعبته ده يا حسن؟ عايز تبقى زيي؟ ماشي، مبسوط يا ريس حسن؟ وانت بتحاسبني على ايه؟ مش ده كلامك اللي عمال بتعلمه لي بقالك 30 سنه؟ شهامه وجدعانه وشهاده حق لو على رقبتك. اوعى يا حسن تبات مكسور يوم. عمرك يا حسن ما هيزيد يوم ولا هيقل ساعه لو جيت على حد، طول ما انت براضي ضميرك ومراضي ربنا. مش ده كلامك ولا انا جايبه من عندي يا حاج؟ وتعبي شقاي عليك السنين اللي فاتت دول واللي انت ضيعتهم بعندك هدر في الارض، يرضي مين ده؟ يرضي ربنا يا حسن؟ ما يرضيش حد يا حاج. حقك عليا يا سيدي، انا غلطان، انا هفضل غلطان لحد ما الاقي دفه الدنيا دي عدى، يا تتعدل في ايدي يا تعوجني معايا لحد ما ارضيك وارضي نفسي وارضي ربنا. حقك عليا يا حاج، حقك عليا. افتحي يا بسمة. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا وليا؟ خلاص تنفختي وفختي وبقيتي تقضي في المشوار 4 ساعات. تعبانة ولا فيك ايه؟ ازيك يا نادي؟ ازيك يا رجلي ورمة كده وتعبانة من المشوار، عايزة ارتاح بس شوية. بمناسبة الراحة، مفيش أخبار عن الموحول جوزك؟ انت عمرك سمعتي عن حد راح اللي اسمها العراق دي ورجع منها تاني؟ بصراحه لا. انا نسيت خلاص يا ام حسن، كنت لسه فاكره. يقطعك يا لساني، دايما جايب لك كافيه. قلبت عليك المواجع يا اختي، معلش حقك عليا. لا قلبتيها ولا حاجه، هي متقلبه جاهزه. عايزه الحق يا ام حسن، انا ما عرفتش انسى. كان علينا بايه بس السفر والزفت ده؟ ياما قلت له بلاش، ادينا عايشين زينا زي بقيه الناس. اللي كان طالع عليه عايز قرشين، عايز قرشين عشاننا وعشان عيالنا اللي جايين. عاجبك يا شو عيشتنا دي؟ اي اخويا عاجبني، واحنا عايشين زي الفل، واللي بيسري علينا بيسري على كل الناس. لكن تقولي لمين؟ وسبني وروح. انا تعبت قوي يا ام حسن قوي. وحيد الله، بس هدي نفسك، ما تعملش في نفسك كده. امال لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اخش اعمل لك كوبايه شاي تروق دماغك. اقرا من بدري مره واحده يا حسن. تعرفه يا خال؟ ايه اللي اعرفه؟ في حد في مصر ما يعرفوش يا حسن؟ بس خد بالك ده راجل عافي قوي. لا ما انا عرفت ده بكلمه واحده تردي من المينا. انت برضه يا حسن ما بتشوفش نفسك لما تقفش وتزعل اللي قدامك. جمعه تيجي اسنجفك؟ ما تيجي انت تسنجفني هنا وانا قاعد. المهم جرشك ليه؟ عشان ما رضيتش اطلع له المركب بتاعته، كانت معيوبه. يا اخي وانت مالك؟
ما تربط الحمار مطرح مع عيوب صاحبه. واحد وعايز يطلع المركب بتاعته مع عيوبه، هي كانت مركب ابوك. يعني ايه يا خيال؟ يعني انت ترضى تطلع القطر خربان؟ فاهم يلا. ولا الدنيا كلها ماشيه بالخربان. روق 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 يا بس. ابويا راخر ما بهدل الدنيا، تخيل كان عايزنا نعدي الموضوع كده وطلمخه. ابوك عنده حق يا حسن. عنده حق؟ انت اللي بتقول كده؟ ابوك ما زعلش عشان انت نطقت كلمه الحق وما رضيتش تطلع المركب، لا. ابوك زعل لانه قال لك بدل المره 1000 ابعد عن المينا. فين حط نفسك مكانه يا اخي؟ راجل عتال بقاله 30 سنه وابنه بيطرد قدامه من المينا. حاسب يا عم مجدي الله، وهو مش قادر يتكلم، هو حاسس ان انت كسرته في محل اكل عيشه برضه. الله حكم بقى، وانا يعني كنت بشوف القيمة. اسمع بقى الكلام اللي انا هقول لك عليه ده، انت لازم وبسرعه تدور لك على شغلانه تانية. ايوه، بدل ما ابوك ياخد خبر وابتدي يدور لك على شغلانه جديده ومش كل مره تسلم الجر. حاسب يا عم مجدي الله. طب قول لي انت ازاي بقى؟ يعني اشتغل مهندس من غير اي ورق ولا شهاده؟ يا عم ما قلناش كده. انت تسعى اسعى وربك بيسهل ان شاء الله. ربك ما بيسيبش اللي بيسعوا، دايما يفتح لهم الابواب. خبط على كل الابواب يا حسن، ما تسيبش ولا باب، حتى الابواب اللي انت رديتها قبل كده. مين عارف؟ ممكن يكون لك مكتوب فيها رزق. يا عم مجدي ما دام ما بتعرفش تنيل بالفتله ما تشتغل بالمكنه يا اخي. الله، اهو الخد الثاني اهو. اقعد يا مجدي، مالك انت ومال الحكايه دي؟ يا عم ما تجيب المكنه ونخلص. انا مش فاهم ايه اللي جابك اسكندريه يا اكرم. انا كده كده كنت هنزل القاهره بكره وكنت هعدي عليك. كنت هتعدي عليا في مكتبي؟ انت اتجننت يا بنداري؟ انت عايز تفضحنا؟ فضحت ايه واحنا بنسرق؟ بنسرق. انا مش عارف انت ليه كده دايما قلقان. استغفر الله العظيم. معلومة صغيرة صغيرة عن مقابلتنا مع بعض، على صحفي ذكي مهووس بالمؤامرات، على قناة خايبة بنسبة مشاهدة عالية، وكل اللي بنيناه يدفن تحت التراب، يبقى تحت الأرض. يا أكرم ما تخافش، الحكاية محسوبة بالمسطرة. ما تخافش؟ بقى أنا سلمت رقبتي للرأي العام، واديت لهم مشروعي كطعم عشان يتلهوا بيه، عشان أعدي لك أنت مشروعك من ورا ظهرهم ومن ورا ظهري من غير أي مشاكل. بيتهيألي دي مش تصرفات واحد بيخاف عشان تقولي ما تخافش. ثانيا طريقتك دي بقى مش طريقة واحد حاسب كل حاجة بالمسطرة خالص. أنا مقدر الدور اللي أنت بتعمله، والباشا كمان موصيني في تقدير الدور ده. أعمال المرافق والإنشاءات هتتم من خلال المجموعة بتاعتك. عايز إيه تاني؟ أنا توصية الباشا بترضيني مهما كانت. طيب بس ناقصة كلمة واحدة. كلمة إيه؟ بالكامل. أعمال المرافق والإنشاءات بالكامل، ولا أنت ليك رأي تاني يا بنداري؟ بالكامل يا أكرم، بالكامل. كده أحبك يا بنداري. اشرب كاسك، مكسوف. إيه يما أنت لسه ما جهزتيش؟ ما تشهيلي شوية هنتأخر. بقول لك يما، زي ما اتفقنا اوعى تجيبي سيره عن حاجه حصلت كده ولا كده. ايه وفكرك يعني شيخ الغفر والقلاضيش بتوعه ما قالوش لاهل البلد كلها على خيبتك؟ زمانهم قالوا لهم وقالوا للبلد اللي جنبيهم كمان. دي مش بعيد ليها تنسيلي في رمضان اللي جاي. امال يبقى ايه بقى؟ اهو يعني ما تجدديش الذكرى. وبقول لك ايه يما، واحنا قاعدين معاهم عايزك تديهم كلام من عينه. انا عندي غير عبد المعطي ولا في أخلاق عبد المعطي ولا كرم عبد المعطي. دمها ده عيالها اللي هتاخد عبد المعطي، وبنتكم هتبقى في عينينا من جوه. حاضر يا عبد المعطي. وكمان واحنا قاعدين عايزك تطولي رقبتي، تخليها زي الزعافة، ها؟ تجيب عنكبوت السقف كده واحنا قاعدين. يا اخويا خلاص خوتني بقى. طب خلاص يما، يلا بقى عشان هنتأخر. يلا يما. ايه دي؟ ايه الحلاوة دي؟ على مهلك يما، على مهلك، على مهلك. يلا هدي غلطان.
مرحب. يا اهلا وسهلا خطوه عزيزه. يعز مقدارك يا حماتي. منوره يا ست ام عبموعتي. ده نورك يا اخويا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله وفيما خلق. مدعو لي عم وعدي واقف ليه؟ منور يا عم مصلحي. منور ايه بس؟ هو في حد بينور بيته برضه عم معطي؟ عليا اليمين انت وامك اللي منورين البيت. ما هو ده العشم برضه عم مصلحي، بيتك هو بيتي، ما تسمعينا زغروطه يابا. مش قادره يا ضنايا، صوتي تعبني معلش. مش مهم يا ست زهراتي، ماشي. المهم نتكلم فيما هو مفيد. ايوه هو ده المفيد. خشي يما خشي. ايوه داخله داخله اهو. المفيد يا حاج مصلحي ان عبد المعطي ابني طالب القرب في ايد بنتك فاطني. قلتهم ايه؟ يا اهلا وسهلا طبعا، احنا هنقول ايه غير كده؟ استنى قبل ما تقول. الا بالحق يا عبد المعطي، قلت لعمك مصلحي هتتجوز فين؟ وده سؤال برضك ياما. عم مصلحي كتر خيره هيقعدنا عنده سنتين ثلاثه كده لحد ما ربنا يسهلي. طب والشغل؟ قلت لعمك مصلحي انت شغال ايه؟ ولا عاملها لهم فجأة؟ اما هو انت جايه معاهم ولا اول مره تشوفيني النهارده؟ انا جايه معاك يا دنايا. طب وطلباتهم؟ طلبات العروسه؟ مفهوم ان انت ما حلتكش الابيض ولا اسود، ولا انت عامل لهم البحر طحينه؟ هي الوليه دي جايه مع مين يا ابو فاطني؟ انا لما بدخل البيت من بابه يبقى لازم تعرف عن ابني كل حاجه. المحروس ده عواطلي وسنكوح وما حلتوش اللضا. ايواني. وعايش على علي، وفوق كل ده جايب الكلابوش مترحل من أطاليا على المركز عدل. يعني ابني ده يا جماعة سوابق. يا ليلى سودة يا نهارتين، يعني ما قلتليش يا مصلح ان العريس سوابق؟ سوابق؟ الست دي مش امي، انا امي طاهت في المولد. انت تكتم وتخرس خالص. انا كنت متأكدة ان انت هتجيبني عند عيلة واطية وعره زيك. ودي بقى يا ست انت. ودي بقى يا اخويا. يلا مع السلامه. مش هجيلك. يلا سلام. مع السلامه. ابنك ده ما ينفعناش. يلا يا اخويا مع السلامه. انا سوسه اكرم بيه. استني حضرتك اتفضلي. أنا كنت جاية لحضرتك عشان نسيت الولاعة بتاعتك المرة اللي فاتت. آه ولعتي. أنت عارفة إن أنا بحبها جدا؟ عشان أرجع لك دول. Thank you, Akram Bey. يعني انتي عاوزة تفهميني، يعني انتي جيتي بس علشان ترجعيني لبنجي؟ انتي لو ما كنتيش وثقتي فيا ما كنتيش جيتي، صح؟ صح؟ ما تخافيش، ما تخافيش. على فكرة أنا حجزتلك المكان كله بخير عشان تقعدي براحتك. عارفه الزباين بتوع المكان ده يبقوا ناس هاي قوي، لو اي واحده فيهم لبست الفستان بتاعك ده مش هتبقى في عشر جميل، واي راجل في الدنيا يتمنى ان يكون قاعد مكاني دلوقتي عشان بس يبص في عينك. اتفضل. تشيرز. Thank you.
انت عارفه ان احنا شبه بعض قوي. وانا صغير برضو لما كنت بلاقي الدنيا كلها بتتعامل معايا بشكل جميل كده ومحترم كنت بستغرب قوي، بتوتر برضو زي ما انتي متوتره كده، مع ان المفروض يعني ان انا غني اكبر عن جد ومن عيله غنيه جدا، والمفروض على حسب الافلام المصريه اللي احنا بنتفرج عليها ان الضحكه تبقى من هنا لهنا من كتر السعاده، بس للاسف ده مش حاصل. يعني تقدر تقولي اني ما كنتش متصالح مع نفسي قوي او مش متصالح مع حياتي، حاجه شبه كده. ايه مش تكلمي خالص؟ لا انا هتكلم، بس اللي انا اعرفه يعني عن حضرتك يعني انت شخصيه قويه ومتحكمه متحكمه جدا، بس ده دلوقتي. تعالي شوفيني زمان بقى كنت عامل كده زي الراديو جوكي. قصدي يعني الراجل اللي بيركب فوق الحصان المجنون اللي بيبقى عايز يوقعه، بس هو لازم يمسك نفسه قوي عشان لو وقع يا هينكسر يا هيموت، وانا ما بحبش الاتنين. بس جه عليا الوقت اللي عرفت امسك فيه نفسي واروضها، بس للاسف ما عرفتش احن عليها، ما عرفتش احس بالحنيه. ايه؟ انا بيزنس مان من وانا عندي 16 سنه. بابا ما كانش سايب لي اي وقت اني احس فيه باي حاجه، كل شغل شغل شغل. حتى مراتي لما قابلتها زمان ما لحقتش احس معاها باي مشاعر، على طول خطبها لي وجوزها لي وفجاه بقى عندنا مروان، كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه، كل شغل. عمري ما حسيت الحاجات الجميله دي اللي بتبقى ما بين اي اتنين بيحبوا بعض، الحاجات دي اللي بتخلي الواحد راجع بالليل وهو طاير من الفرحه وما يجيلوش نوم، بيستني بكره يجي بفارغ الصبر عشان بس يشوف حبيبته. للأسف ما كانش عندي وقت، في الوقت ده كنت بدير بيزنس العيلة كلها بعد ما بابا مات الله يرحمه. الله يرحمه. تأخرتي قوي في العزاء على فكره. كنا بنتيها قبل كده. يلا اتفضلي كلي. على فكره بقى انا بحب اكل من غير شوك، بحب اكل بايدي، عارفه ليه؟ عشان اعرف استطعم. انت عارفه ان الليله دي شبه خروجه كان نفسي اعملها وانا صغير ومعايا واحده في سني. ايوه اكرم، بس انت لسه شباب ما شاء الله يعني، انا مش بحسدك. بص بقى، صغير كبير عجوز عيل، المهم ان انا واحد لسه بيبتدي حياته النهارده ودلوقتي حالا. عارفه لما ببقى ماشي بعربيتي كده وبلاقي اتنين واقفين على الكورنيش بيحبوا بعض ماسكين ايديهم، عارفه ببقى نفسي اعمل ايه؟ ايه؟ ابقى نفسي اركن عربيتي وانزل جري عشان اساله، اقول لهم انتوا مبسوطين؟ بس متهيألي بيبقوا مبسوطين زي ما انا مبسوط كده دلوقتي عشان انت معايا. مبسوطه يا ذكرى؟ انا مبسوطة. الدنيا خلاص مبقاش باين لها مرسى، اقوى من البحر واكبر منه بكتير، بس توها فيهم واحدة. وناوية تعمل ايه يا صاحبي؟ والله معرفش عزوز،
بس اقعد هنا تاني. لا خلاص، ابويا كده يخسرني فيها. هنزل مصر بقى اشوف الشغلانه اللي كانت جايه لي، هعمل ايه يعني؟ ماشي على البركه، بس في حاجه لازم اقولها لك. تهنيه يا حسن، طول عمرك في المينا وابوك في ظهرك، بس الدماغ لما بتنشف يا صاحبي بتنكسر. يعني ايه؟ عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول لك انك لازم تمعين شويه يا حسن. مش معقوله يعني كل مشكله هتوقف قدامها. اوقات كتير يا اخي لازم نهرب عشان نعيش. نهرب؟ اه يعني انت عايزني بقى اغمض عيني واعمل نفسي مش شايف، اخبي راسي جوه شق واستنى الدنيا تحن عليا، ابقى زيك يعني مش كده؟ ده اللي انت شايفه صح يا عزوز؟ معلش عزوز انا تعبان يا اخي وعليا حمل قد كده، معلش لما تيجي فيك انت. لا يا صاحبي عادي، وبعدين انت معاك حق، محتاجه منك كتير يا حسن. اقول لك يا صاحبي، طير طير يا نورس، لف الدنيا من شرقها لغربها، اعمل ما بدالك، والبحر هيروح فين يعني؟ هترجع تلاقيه قاعد مستنيك زي ما هو. روح يا صاحبي، ربنا معاك ان شاء الله. ايه يا بيت يا حنون، بقول لك ايه، انا عديت على البيت عندك غيرت الهدوم وسبت لك الحاجه، شوفي لك صرفه بقى عشان تسيبيهم بكره في المعلق. تشكر يا عم محمد، ما تنساش تعدي عليا بكره عشان تطلع. ان شاء الله ست الكل باذن الله، احسن ما ده لو اكتشفت هتبهدلنا. ها ان شاء الله. ايه؟ لا هحكي لك بكره بقى. ماشي، ازيك يا خال؟ مساء الفل يا احلى بنات بحري، يا مجود يا قمر. لا يا شيخه، انا برضه اللي قمر، ده انت اللي وشك منور وقمرين. خير اللهم اجعله خير. في ايه يا بنتي يا ذكرى؟ مبسوطه شويه. زودوكوا فلوس الشغل؟ وانت ياما مفيش حاجه بتبسطك غير الفلوس، فلوس وبس. وبعدين انت من امتى بتطبخي في وقت متاخر كده؟ عمك سيد زمانه جاي ولازم يجي يلاقي اللقمه سخنه. طفحها مدقها. هو اختي يعني مثلا جاي من الشغل طول النهار شقيان وجاي ياكل لقمه حلوه، ولا جاي من عمره؟ يا بنت بطلي بقى. اما هو انت كنت بتحب ابويا؟ ابوكي؟ ابوكي كان طيب وشهم وراجل مجدع. صحيح كان مقضي عمره كله في البحر، بس كنا بنقعده نستنوه، وكان يوم ما يجي الدنيا كلها تزغرد على دخلته. كانت عشرته حلوة قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. ولما هو عشرته حلوة اتجوزتي الدهول السنتيح ده ليه؟ احتاجاه يا ذكرى، وانتي لو ما لقيتيش راجل عدل يمكن تحتاجي لواحد زيه بعد كده. عايزك تدعي لي. طب ما تقوم انت يا اخويا تتوضى وتصلي كده ركعتين وتدعي لنفسك. وانت تيجي برضه، هو في احلى من دعاء الوالدين؟ لا اله الا الله. حكى لا حكى. طب ربنا ما هيزعلك تاني. يعني عارف انك مخالف؟ عارف يا سيدي، عشان اثبت لك اني مسافر مصر. تاني؟ نزل مصر تعمل ايه يا حسن؟ رايح للشغلانه اللي انت ضيعت علشانها شغلانه البترول؟
قول يا حسن، هما برضو هيعينوك ولا هتبقى ظهورات زي المينا؟ لا حاجة متلاش، أنا مظبط كل حاجة وإن شاء الله خلصنا. أقول لك كلمتين حطهم حلقة في ودنك، أنا إذا كنت بسعلك في شغلانة مش عشان خاطر محتاج منك مساعدة ولا عايز منك حاجة من برشينك اللي هتكسبه، لا يا ابني، أنا بعمل ده علشانك أنت، علشان تبقى راجل مال وهدومك، تفرح وتتهنى كده وترفع راسك بين الكبار. يا حاج إيه اللي بتقوله ده؟ ده احنا كلنا كده عايشين في خير، بس اللي تعب 30 سنة من حقه بقى يدوق طعم الراحة، مش كده ولا إيه؟ أنا مش هدوق طعم الراحة إلا لما أحقق لي حلمي. هيتحقق يا حاج، ادعي بس أنت، ادعي وسيب على الله، ادعي. رب كرمنا يا رب، استر معانا. حول ولا قوة إلا بالله. حاجة يا حاج. باشا أبو علي، ربنا يكرمك يا ابني. عايز اتكلم معاك موضوع يمكن بالنسبه لك يكون موضوع عبيط، بس بالنسبه لي موضوع مهم. مش عايزك تقطعني خالص. هو انت عايزني اسمعك ولا عايز تعلمني اسمعك ازاي؟ ما تتكلم يا بني ادم. فاكر البنت اللي قلت لك عنها اني شفتها على البحر؟ شفتها تاني من ساعه ما شفتها، وأنا حد تاني بفكر فيها 24 ساعة. حاسس لو سمعت صوتها هنسى كل همومي. اتعلقت بيها زي العيل الصغير. مش يمكن تكون دي الفرحة في عمري، أو أنا حبيتها كده من أول نظرة. حبيتها علي. أنا خايف ليكون ده حب من طرف واحد. يمكن بس الحب من طرف واحد مؤلم، وأنا بالذات أعرف ده كويس. أنت بالذات؟ وأنت بتحب من طرف واحد؟ لا، بس أعرف حد كده. مين؟ فاتن. تبقى معديه من جنبك وانت مش شايفها، او عامل انك مش شايفها، وهي طايره بفرحه لحتى ما بتحسش ان انا واقف. عرفت ان الحب من طرف واحد مؤلم يا علي؟ إذا رجعت من اسكندرية بسرعة يعني. رجعت من اسكندرية. أنا عارف إني اتأخرت، بس إيه ده؟ عشاني؟ ولا عشاني؟ قصدي يعني ما كنتش عايزه. مش مهم تطلع. المهم ترضي. عارفه النهارده احلى ليله بالنسبه لي، ومش هتكمل الا لو انت معايا. خلينا نبدا من النهارده. أكرم، أنا بجد ما بقتش فاهمك. ليه بتقولي كده يا بابا؟ خايفة. خايفة؟ مرات أكرم البدري وتخاف؟ طب تخاف من إيه؟ من نفسي.
بكره ضعفي ليك، بقيت اخاف اقرب لك تبعي. بالعكس، ضعفك ده اكتر حاجه مقوياني واكتر حاجه انا بحبها. عارفه ان كل الناس بيضعفوا علشان بيخافوا مني، بيخافوا من سيطرتي عليهم، بس انتي بقى بتضعفي عشان بتحبيني. بجد يا اكرم؟ بجد يا روح اكرم، قدام العيون دي انا ما اعرفش اكدب ابدا يا حبيبي يا اكرم. اشتغلت فين قبل كده يا حسن؟ اشتغلت في مينا اسكندريه، بصلح مراكب عبارات، وكمان بفهم كويس قوي في المواتير. كويس كويس، بس لازم تفهم حاجه يا ابو علي، الشغل عندنا هنا مختلف عن شغل المراكب. احنا عندنا هنا انظمه ومعدات وشيتات عمل خاصه بكل مكنه، لازم تتعلم ازاي تقراها عشان تعرف تصين كويس وفي اقل وقت كمان. لا ما تقلقش، الكلام ده كله درسته في الكليه، بعرف اتعامل معاه كويس قوي. كليه؟ اه. شوف يا حسن، انا عرفت من باشمهندس يوسف انك كنت في كليه هندسه وسبتها لظروف معينه. عايز اقول لك على حاجه، انت هنا هتتعامل مع فنيين، في منهم اللي معاه دبلوم وفي منهم اللي ما معهوش حاجه خالص. نصيحتي ليك يا حسن انك تخلي دراستك بينك وبين نفسك، لانك هتتعب قوي لو اتعاملت بانك في كليه هندسه والكلام ده. فهمني يا حسن؟ فهمت يا باشمهندس، ما تقلقش انا عارف حدودي، وهتلاقيني انا زي اي فني في المصنع. لا مش هو ده اللي انا عايزه، انا عايز منك يا حسن تبقى الاثنين في بعض، الفني والمهندس. شوف يا حسن، عندنا المكنه اللي هنا الفني بخبرته عارف ازاي بتتصلح، بس المهندس لازم يعرف هي اتصلحت بالطريقه دي ليه. فهمت؟ هو ازاي وانت ليه. لو فهمت الحكايه دي ووصلت للمستوى ده، هتقدر في اقل وقت تركب على اي فني هنا. صباح الخير يا باشمهندس ممتاز. صباح الخير يا باشمهندس يوسف. تعرفت على حسن؟ تمام تمام. وايه رايك؟ حسن خلاص بقى واحد مننا. عظيم، مش هوصيك عليه بقى. تعالى معايا يا حسن. ماشي اتفضل. على ازيك يا باشمهندس. اتفضل. انا متشكر يا باشمهندس، مش عارف اقول لك ايه. العفو يا ابني، معلش تعبتك معايا. ولا يهمك، انت زي ابني، يديك الصحه. ما تقلقش، ابيض وشك ان شاء الله. ربنا يكرمك. انا عارف انك موافق يا حسن. ان شاء الله بقى تشوف بنفسك، محدش هيشتكي مني. ربنا هيوريك حاجه كويسه عظيمه. احنا عندنا الشغل هنا، بمشي في حالي، ماليش دعوه بحد. ما تتصورش يا حسن انا سعيد قد ايه بقرارك ده. انا كنت عارف لما تفكر كويس هتقتنع انها فرصه ما تتعوضش. ربنا يخليك يا باشمهندس، والله مع اننا جاي ومحرج، عارف ان انا اتاخرت عليك وان الشغلانه دي انت عايشها يعني بالعافيه عشان خاطري. بالعكس يا حسن، انت ما اتاخرتش خالص. وبعدين يا سيدي ولا حرج ولا اي حاجه، ده هيجي ايه جنب موقفك مع محمود ابني؟ انت ما تعرفش هو بيشكر فيك قد ايه وبيقول عنك كلام طيب قد ايه. ربنا يديم معروف، والله محمود ده زي اخويا بالظبط. قول لي يا حسن، انت عندك سكن هنا في القاهره؟ اه عندي شقه صغيره كده من ايام الكليه يعني. طب هايل. على فكره العقد اثناء التدريب غير التعيين خالص. في اكرم بيه يوسف والنبي عاوزك تعمل لي جرد عقد. ايه ده؟ ده حسن الرشيد اللي هيشتغل عندنا. عارف انت هتقول لي ده معرفه قديمه. هو انت جاي تشتغل هنا عندي؟ ها؟ عشان ما سمعتش. المهندس حسن ويا ترى نزلته بمرتب كام؟
المرتبات اللي هي أثناء فترة التدريب يا فندم. 1500 جنيه. 1500 جنيه يا راجل ما يكفيهوش. ده تديله 3000 جنيه. 3؟ دي هتبقى بزراميطة بالتلاتة. اشتغل كويس. تعالى يا يوسف ورايا عشان اسمع. اتفضل. Yeah.